hello my name is Yusuf thank you so much for everything you do for us and I follow you since two years ago two years from now I have just only one question about grow your business about planning how can I make a plan for my business to make to increase my sales and you make a channel can you make it, you make the title general. Can you make it specific? Thank you for listening to this. I hope you answer this question. That's all. بسم الله الرحمن الرحيم معكم هاني حسين هاني حسين دوت كوم السؤال 240 في اسك هاني شكرا لك اخوي يوسف على سؤالك طبعا سمعت سؤال اخوي يوسف ببساطه بيتحدث عن كيف اعمل بلان لبزنسي وهذا طبعا شيء مهم جدا جدا لاي واحد علشان عندك الفيجن تبعت بزنسك فانت بدك توصل لمكان معين هدف معين مالي او غير مالي فلازم تحط خطة عشان توصل تمام انا جدا مقتنع بالقول اللي بيحكي اذا ما خططت فانت بتخطط للفشل فصح هذا صحيح مئة بالمئة فموضوع فعلا مهم جدا طيب يا أخوي خلينا نتفق في البداية إنه مستحيل أعرف أشرح أشرح لك كيف تعمل بلانينج بشكل كامل عبر تسجيل صوتي، يعني فعلاً استحالة، أنا طبعاً ححاول أساعدك قدر الإمكان وأحكي لك كيف أنا بعملها بس في النهاية بدك تحترفه صح فأنا بنصحك بشكل كبير جدا إنك تشوف وتشترك وتستثمر في نفسك في كورس الجروث بلانينج اللي عندي في الموقع. حيفيدك بشكل كبير جدا طالما إنت مهتم بهذا الموضوع. وانا برايي اي واحد منكم بيسمعني لازم يكون مهتم بهذا الموضوع فبنصحكم بشكل كبير جدا انكم تستثمروا في نفسكم فيه سعره فعلا لا يقارن بال... بال... بالمعلومات اللي فيه ف... وانا متعمد ان احط سعره قليل لانه مهم لاي واحد فما بدي يكون السعر هو مشكله بالنسبه لكم فاتمنى بس انه اذا انت فعلا مهتم شوفه اشترك فيه وشاهده اكثر مره حيفيدك بشكل كبير كبير جدا طيب خلينا نفيد اخونا يوسف بالمعلومات طيب هلا برايي الشخصي انه علشان الخطه تبعتها تكون ناجحه لازم يكون فيها اربع عناصر تمام وطبعا كل عنصر من هذه العناصر فيه له تفصيلات كثير واشياء كثير ايش هم الاربع عناصر اولا اولا بدك تعتمد على هدف ثانوي مش هدف رئيسي يعني أول شيء هدفك الرئيسي حيكون مال، اللي هو أنا بدي أحقق من بزنسي مثلا 2 إكس السنة اللي فاتت، أنا حققت السنة اللي فاتت انا حققت السنه اللي فاتت ألف بدي أحقق ألف هذا الهدف المالي، بدي أحقق ألف هلا ما بدنا نركز عليه، لازم نحوله لهدف ثانوي اللي أنا بسميه في الكورس سميته اليونتس. إيش يعني اليونتس؟ يعني أي شيء لو صار مليون بالمئة ستحقق هدفك المالي، تمام؟ هذا اليونت غالبا ما يكون مبيعات. فلوس ماني حقيقية صح؟ يعني لو أنا مثلا عندي منتج وسعر المنتج ألف دولار إذا عشان أربح مئة ألف لازم في السنة أبيع مئة مبيعة هيك حولنا الرقم المالي من مئة ألف إلى مية وهي مهمة جدا جدا علشان تتبعها أولا وثانيا علشان تخلي عقلك يحكي لنفسه سهلة جدا ممكن أعملها تمام؟ فبتحول اولا هدفك المالي الى يونتس هاي اليونتس ممكن تكون منتج ممكن تكون مثلا منتجات بالعموله بتسوقها ممكن تكون مثلا عندك خمس منتجات وبنفس السعر فبدك تبيع من كل منتج عشرين ألف ألف في خمسة مية ممكن يكون عندك منتج سعره 100 دولار ومنتج عندك 50 دولار إذا منتج 100 دولار بدك من مبيعات أقل من المنتج 50 دولار وهكذا أنت بدك ترتبهم أنت عارف بزنسك فعارف بالضبط كل منتج إيه كيف وضعه في السوق عندك وكم نسخه ممكن تبيع منه او مين اللي عليه طلب اكثر فهذا ما دام عليه طلب اكثر ممكن تحصل منه مبيعات اكثر واحد غالي شوي فالطلبات عليه اقل فممكن تحقق منه اقل وهكذا المهم تحول الهدف المالي الى يونتس تمام ممكن يكون البيزنس موديل تبعك ان عندك موقع وفي ادسنس مثلا بس اذا اليونت تبعتك مش مبيعات هي كليكات على اعلانات ادسنس فاليونت تبعتك كم كليك بدك توخذ ممكن انت تتفلسف شوي وتخليها مثلا ادق بحيث انت عارف انه مثلا في صفحات معينه هي بتجيب لك اعلى فلوس فهي الصفحات هي اللي بدك تجيب لها انت يعني بدك تحقق منها اكبر كميه عدد من اليونتس وصفحات اخرى لا هذا بزنسك وانت ادرى فيه انت بتعرف اكثر المهم الفكره تبعتنا الاولى هي انك تحول الهدف الاساسي الى هدف ثانوي يسمى يونتس بحيث انه هاي اليونت لو فعلا تحققت اكيد الهدف المالي سيحقق تمام اولا اليونت اثنين لازم تعرف مطورات البزنس تبعك هلا المطورات بالنسبه لي انا هم ثلاثه يا اما انك تزيد مبيعات اليونت فهيك بزنسك تطور يا اما انك تزيد سعر اليونت الوحده والمبيعات هي هي يعني انت حققت في هاي السنه مثلا ألف مبيعه تمام فبدك السنة الجاي تعمل نفس مجهودك نفس البجت تبع الإعلانات نفس الإشي ما بدك تغير بدك تتطور إذا عندك حل إنك تزيد سعر اليونت بدل ما بتبيع ب 49 دولار المنتج بيعه ب 62 فهيك أنت تطورت بنفس المجهود تمام؟ هاي المطور الثاني المطور الثالث إنك تزيد الربح من العميل الواحد يعني العميل الواحد اشترى منك منتج تمام؟ هلأ خلال السنة لو خليته يشتري منك ثلاث أربع خمس منتجات إذا أنت تطورت من غير أي مجهود زيادة لأن العميل أصلا عندك فاهم علي؟ وهي طبعا المطور الثالث لو أنت اخترته لازم تبني فانل لأنه العميل مستحيل يرجع يشتري من عندك من غير فانل تمام؟ فهاي هي الفكرة هدول الخطوة أو الإشي المهم الرقم اثنين هو أنك تعرف مطورات بزنسك أي واحدة من الثلاث بدك تعتمد عليها تمام؟ طيب هلا رقم ثلاث في إشي اسمه المحفز اللي هو لو انت عملته ستحفز المطور تبعك تمام؟ يعني انت اخترت انا بدي مطور اني ازيد مبيعاتي، مبيعات اليونتس بدي بدل ما ابيع 100 100 يونت في السنه بدي ابيع 200 يونت عشان اضرب 2 اكس نفس سعره ونفس كله بس انا بدي اعتمد على التطوير بزياده المبيعات العدد الكميه اذا المحفزات التي ستؤدي إلى هذا هاي مهمة جدا ممكن المحفز يكون أني حعمل بادجت أعلى هدفع أكتر شوي علشان أشتري بيع أكتر فمحفز هو إعلانات فيسبوك مثلا أو إعلانات جوجل ممكن المحفز يكون أنا بدي أطلع أعمل خطة اس اي او وهي الخطة ستجعل تحفيز إنه ناس يدخلوا أكتر وبالتالي المبيعات تزيد ممكن يكون المحفز عبارة عن مثلا أنا بدي أعتمد أنه أعمل لايف ويبينار لأنه منتجي شوي غالي فبدل ما أعمله مرة بالشهر بدي أعمله ثلاث مرات بالشهر فهذا محفز سيجعل المطور تبعك اللي أنت اخترته برضه يتحقق ويزيد تمام فاهم علي؟ فهي الامر رقم ثلاث المحفز بدك تختار المحفز الصح بالنسبه لك وزي ما حكيت لك بدك معلومات اكثر وتستفيد اكثر من اللي انا بحكيه يعني الكورس شارح هذه الامور بشكل بشكل كبير جدا ان شاء الله طيب، الاشي الرابع المهم، علشان خطتك تكون ماشي فيها صح، لازم تعتمد على الكي بي اي اللي هو الكي بيرفورماس انديكيتورز، يعني وانت ماشي المفروض الكي بي اي من شروطها بالنسبة إلي أنا يعني، هي إنك تكون في أي لحظة من اللحظات تمسك الداتا وتقول لحالك أنا ماشي صح أو أنا ماشي غلط، مش بعد ست شهور تكتشف إنك غلطان فلازم تحط مؤشرات كي بي ايز هاي المؤشرات لما تطلع عليها تشوف انت ماشي صح او غلط فهاي الكي بي ايز ممكن تكون مثلا انه انا حكيت لحالي بدي اجيب 20 مبيعه من هذا المنتج اذا 20 على 12 اذا في الشهر لازم اجيب اجيب كذا طيب هلا انت عارف انه بشهر 6 حيكون في عندك كامبين لهذا المنتج كامبين بفكرة معينة بإعلانات ببجت إذا بشهر ستة لحاله أنا ممكن أبيع مثلا خمسة مبيعة وباقي الأشهر الخمس مبيعات التالية الباقية وانتهينا فهذا المؤشر انت لازم تمشي عليه حسب الخطه اللي انت حطيتها تمام هلا عندك هدول الاربع اشياء بدك تبني خطتك لبلان عليها بالضبط هلا انت بسؤالك حكيت لي انت بتخلي الموضوع عام اتمنى تخليه سبيسيفيك هلا صعب اخليه جدا متخصص يعني صعب لانه انا بتكلم مع مع كثير ناس حتى انت ما حكيت لي يعني لو انت حكيت لي انا بشتغل كذا اعمل لي لإلي كان اوكي ممكن حكيت لك بس حتى انت ما حكيت لي شو بتشتغل فصعب جدا اخليه سبيسيفيك من غير ما اعرف انت شو بتشتغل فعشان هيك انا بتكلم بشكل عام اوكي هلا بنبني خطتنا انا بحب جدا اعمل خطتي السنويه بناء على مبدا السنه الشهر الاسبوع اليوم تمام بمسك السنه بحط ورقه الورقه هاي وطبعا القوالب هاي موجوده في الكورس لو بدك اياها فيها 12 شهر الشهر الاول الاشي الرئيسي اللي بدي اياه يتحقق كذا بناء على اليونتس المطور المحفز صح هلا الشهر الاول كذا الشهر الثاني الاشي الرئيسي اللي بده يتحقق كذا الشهر الثالث الاشي الرئيسي اللي بده يتحقق كذا وهكذا اكتب ال 12 شهر هلا انت عارف زي ما حكيت لك انه بشهر 6 في عندك كامبين اذا شهر 6 لازم يكون الا الاشي الرئيسي اللي بدك كاي يتحقق هو كذا اللي انت عارفه اللي هو مثلا انا حاعمل كامبين ابيع فيه المنتج رقم 2 فاذا هنا هذا الاشي الرئيسي حيكون شهر 6 لانه تخطيطك لازم يكون صح هلا بعد ما تخلص السنه بتروح طيب علشان الشهر الأول أحقق فيه الإشي الرئيسي هاد، إيش لازم أعمل كل أسبوع؟ فبتيجي على الأسبوع وبتقول الأسبوع الأول لازم يكون خلصت كذا، الأسبوع الثاني أكون خلصت كذا، الأسبوع الثالث الأسبوع التالت أسبوع الرابع، هلا الشرط الرهيب هنا إنك لازم إذا خلصت الأربع أسابيع يتحقق الإشي الرئيسي اللي حطيته في الشهر. لازم، ممنوع إنك تخلص وتقول لا والله ما تحقق خليني أروح على الشهر الثاني، ممنوع، لازم تحط خطة. ومهام في الاسبوع تعملها بحيث انك إذا عملتها خلصتها مليون بالمية الـ الـ الشيء الرئيسي اللي حطيته السنوي الشهري تبع شهر واحد يتحقق تمام؟ هلا خلصنا الاسبوع الاول أنا لازم أعمل كذا بتيجي على الأيام إذا علشان أخلص اللي حطيته أنا في الاسبوع اللي هو حيحقق للشهر اذا لازم اعمل 1 2 3 4 يوم الاحد يوم الاثنين 1 2 3 4 يوم الاثنين يوم الثلاث 1 2 3 4 هاي الطريقه انا بحبها ليه لانه بلاحظ انه انا ممكن احقق نتائج كبيره في شغل مثلا ساعتين في اليوم بس لان انا مركز على هذا الشيء في هذا الشهر بس ساعتين شغل اليوم انتهينا لو ما خططت زي هيك حتلاقي انك بتيجي بشهر واحد هتلاقي انك ما حققت فبتنقله لشهر اثنين فبصير ازدحام فما بتحقق شهر اثنين بتنقله لشهر ثلاث وهكذا فهي الخطة انا بحب اعملها بكل بساطة هاي اللي انت عاملها والايام هي الكي بي ايز اللي انت حتتبعها عفوا كيف يعني يعني انت اليوم حتخلص كذا هلا الاسبوع الاول انت اليوم ما حققت ممكن تنقل لليوم الثاني ما فيش مشكلة وهذا الاشي الحلو بي 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 بطريقة عملي لهي الخطة اللي هو أنا المهم في هذا الأسبوع أخلص كذا، هلا خلصتهم بيوم، خلصتهم بسبع أيام ما فيش مشكلة عندي، المهم إني لازم أخلص كذا اللي هو حيحقق ربع لأنه الأسبوع الشهر أربع أسابيع، حيحقق ربع النتيجة الشهرية تبعتي اللي أنا بدي إياها، الهدف الشهري تبعي تمام؟ فهاي هي كل الفكرة، ففي أي لحظة من اللحظات حتمسك الداتا تبعتك وحتقول أنا ماشي صح أو أنا ماشي غلط، لو ماشي غلط أنت لسه في في البداية اعمل فكره جديده اعمل خطه مش خطه لا انت الخطه حاططها اعمل فكره جديده اعمل مطور جديد اعمل محفز جديد اه في بالكورس في شيء اسمه المفاتيح الاربعه للتطور رائعه جدا, جدا 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 وهي بستخدمها في البيزنس تبعي واللي تعلمتها من شركات عالميه يعني مش انا اللي الفتها يعني فهدول المفاتيح حيخلوك تعرف تطلع افكار رائعه جدا بحيث انك لو في ماشي حاس حالك ماشي لا مش مواصل صح تعرف تطبقهم وبالتالي حتزود النتيجه اللي انت بدك اياها. فمعلش انا عارف انك ممكن تكون يعني ما استفدتش استفاده قصوى لانه انا بتكلم بشكل عام زي ما انت حكيت لانه انا مش عارف عن شو بتشتغل انت. بس بصراحه لا يمكن شرح اكثر من هيك يعني ما بقدر ما بقدر احكي لك الشرح تبع البلاننج كله يعني الكورس عباره عن خمس ساعات ست ساعات فما بقدر اشرح لك اياهم كلهم بتجديد 12 دقيقه او ربع ساعه فاهم علي؟ فأتمنى إنه يكون التسجيل فادك وأتمنى أسئلة أخرى إن شاء الله في أي وقت تريده أشكرك جدا على سؤالك